بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السيدات الفاضلات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقيكم في الحلقة السادسة من برنامج علماء الغرب. في الحلقة السابقة أشرنا إلى الباحثتين الدكتورة إليزابيث كريمر، أستاذة الأدب واللغة الألمانية في جامعة كاليفورنيا، وباتريشا آن سيمبسون، أستاذة اللغة الألمانية في جامعة مونتانا، اللتان نشرتا كتابا بعنوان الدين والعقل والثقافة في عصر جوت. وقلنا أنهم أطلقوا على أنهن بواسطة شليجل أطلق عليه لقب الوثني العظيم، وشليجل قال عنه بأنه وثني اعتنق الإسلام. هذا موجود في الصفحة 99 من هذا الكتاب. لكن فريد داليمر في كتابه الحوار بين الحضارات الذي نشر عن دار بالغريف ماكميليان في نيويورك، قال بأن جوتا أظهر اهتماما بالديانات الأخرى بما في ذلك الإسلام، على الرغم من أن كاريك يشير إلى أن محاولات ادعاء جوتا لأي دين هي مهمة عبثية لا معنى لها. لماذا مهمة عبثية لا معنى لها؟ أن جوتا رجل عالمي، فكر عالمي مفتوح على كل الأديان، مفتوح على كل العلوم، اكتشف في كل العلوم. انظر إلى فريد داليمر في كتابه الحوار بين الحضارات، كيف يريد أن يمسح دور إسلامية جوتا. يقول جوتا إذا حاولنا أن ندعي أنه تابع لأي دين فهذه محاولة عبثية لا معنى لها. جوتا عالمي يسع كل الأديان. لا يا سيدي الكريم، سيأتي باحث مسلم ويبحث عن جوتا وماذا كتبه عن الإسلام، وسنرى هل قال جوتا بأنه مسلم أم لا. وتبقى شهادة جوتا هي الشهادة الأساسية وليس حديثنا نحن. بناء عليه تعالوا لنرى جوتا في سن 23 عندما كان شابا وقد قرأ التوراة بقوة وقرأ الإنجيل وقرأ الكتب الأساطير، ثم اطلع على القرآن الكريم ماذا كتب. كتب جوتا قصيدة عن النهر، وهي في الأصل جزء من حوار درامي، أدخلها بعد ذلك في قصيدة اسمها أنشودة محمد. يتوافق تصوير القصيدة للطبيعة والقوى الموجودة بداخلها من الفترة التي كان يعيش فيها، فترة الاندفاع والعاصفة شتورم أند درانك في عام 1819. نشر جوتا ديوانه الشرقي الغربي اللي نسميه احنا باللغة العربية الديوان الشرقي للمؤلف الغربي، لإشعال حوار شعري بين الشرق والغرب. لكن لماذا كتب جوتا هذه القصيدة وما معناها؟ في الواقع كلمات القرآن لامست قلب جوتا بوضوح، وقال بوضوح في كتاباته هذا هو كتاب الله. شو قلت المتبحر في التوراة والإنجيل، يعني لو جاء أحد المسلمين وقرأ كتاب الله المسلم سيقول هذا هو كتاب الله، لكن قلت تبحر في التوراة والإنجيل ثم قرأ القرآن ثم ميز وقال هذا هو كتاب الله. لماذا يا قلت رأيت أن هذا الكتاب هو كتاب الله؟ يقول جوتا لأنه لا ينفك يدعو الإنسان إلى التفكر والتعقل. طالما تجد الآيات في القرآن تقول للإنسان لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون، جوتا كان من هؤلاء الذين لعلهم تفكروا ولعلهم عقلوا فعقل القرآن. وكتب هنا نشيد محمد المسرحية التي لم تكتمل مع الأسف، ولكن هو أراد أن يعارض
ما كتبه فولتير في كتابه السقيم عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. غوتا حينما أراد أن يختار أبطالا لمسرحيته اختار 3 أشخاص فقط. جعل غوتا من علي بن أبي طالب عليه السلام بطلا لهذه المسرحية، ومن زوجته السيدة فاطمة بنت محمد عليها أفضل الصلاة والسلام بطلة لهذه المسرحية. البطل الغير ظاهر والذي ينظر إليه علي وفاطمة ويتحدثان فيما بينهما عن هذا البطل الذي سيأتي، هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. أنقل لكم شيء من القصيدة لتكونوا في الصورة، طبعا بعد ذلك سوف نأتي على شرح هذه القصيدة، ولكن الآن سأقرأ عليكم شيء منها. يقول علي بن أبي طالب: انظروا إلى السيل العارم القوي قد انحدر من الجبل الشامخ، من الجبل الشامخ العلي أبلج متألقا كأنه الكوكب الدري، يصف النبي صلى الله عليه وآله. فتجيب فاطمة: لقد أرضعته من وراء السحاب ملائكة الخير في مهده بين الصخور والأدغال، وهي تشير إلى مكة. علي: وإنه لينهمر من السحاب مندفعا في عنفوان الشباب، ولا يزال في انحداره على جلاميد الصخر يتنزى فائرا متثوبا متوثبا نحو السماء مهللا تهليل الفرح. فتجيب فاطمة: جارفا في طريقه الحصى والغثاء الأحوى. ويقول علي: القائد المقدام الجريء الجنان الثابت الخطى، يجر في أثره جداول الربا والنجات. وفاطمة تجيبه: ويبلغ الوادي فتتفتح الأزهار تحت أقدامه وتحيا المروج من أنفاسه. فيقول علي: لا شيء يستوقفه، لا الوادي الوارف الظليل ولا الأزهار تلتف حول قدميه وتطوق رجليه وترمقه بلحاظها الوامقة، بل هو مندفع عجلان صامد إلى الوهاد. تقول فاطمة: هذه أنهار الوهاد تسعى إليه في سماح ومحبة، ومستسلمة له مندمجة فيه، وهذا هو يمشي في الوهاد فخورا. يقول علي: الوهاد والنجاة كلها فخورة به. تجيب فاطمة: وأنهار الوهاد وجداول النجاة تهلل جميعا من الفرح متصايحة. علي وفاطمة بصوت واحد في هذه المسرحية يقولان: خذنا معك، خذنا معك. ثم تنفرج فاطمة فتقول: خذنا معك إلى البحر المحيط الأزلي الذي ينتظرنا باسطا ذراعيه، لقد طالما بسطهما ليضم أبناءه يشتاق إليهم. فيجيب علي: وما كان هذا الفيض كله ليبقى مقصورا على الصحراء الجرداء، ما كان هذا الفيض ليفيض في الرمال الرمضاء، ولا تصله الشمس الصلبة في كبد السماء، ولا يصده. أيها السيل، خذ معك أنهار الوهاد. تجيب فاطمة: وجداول النجاد. علي وفاطمة بصوت واحد: خذنا معك. علي: هلم جميعا، هو ذا العباب يتلاطم ويزخر ويزداد عظمة على عظمة، هو ذا شعب بأسره وعلى رأسه زعيمه الأكبر مرتفعا إلى أوج العلا، وهو في زحفه الظافر يجوب الآفاق ويخلع الأسماء على الأقطار، وتنشأ عند قدميه المدائن والأمصار.
تقول فاطمة، لكنه ماض قدما لا يلوي على شيء، لا على المدائن الزاهرة ولا على الأبراج المشيدة أو القباب المتوهجة ولا على صروح المرمر، وكلها من آثار فضله. فيقول علي: وعلى عبابه الجبار تجري منشآت السفن كالأعلام، شارعة أشرعتها الخافقة إلى السماء، شاهدة على قوته وعظمته. وهكذا يمضي السيل العظيم إلى الأمام بأبنائه. فتقول فاطمة: ويمضي إلى الأمام ببناته. يقول علي وفاطمة في صوت واحد إلى أبيهم: ذلك البحر العظيم الذي ينتظرهم ليضمهم إلى صدره، وهو يهلل ويكبر زاخرا بالفرح العميم. هكذا ذكر جوته ظهور النبي ووجود علي وفاطمة بقربه. لمن أراد هذه القصيدة كاملة موجودة في كتاب المؤلفة الأديبة الألمانية الدكتورة كاترينيا مومزن، ومترجم إلى اللغة العربية، الكتاب اسمه جوتا والعالم العربي، صدر عن دار المعرفة في الكويت في أواسط التسعينات. أنا أتمنى على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب حقا، لأنه يبدو أنهم يسمعون هذه القصيدة لأول مرة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نغوص مع جوتا في مشواره نحو الإسلام. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.